استاذ ابو خالد ابو غرم، يعني اللاعب راح لفريق في الدرجه الثانيه بي، يعني حتى الان انا شايف مشروع الابتعاث مشواره طويل، حتى الان ماني شايف ديك النتائج. هل المشكله في لعيبتنا ولا في الانديه ولا وين المشكله؟ هل احنا ماشيين صح ولا غلط؟ ابو بدر، هو بصراحه هو مشروع يجب ان نستنى نتائجه، حتى لو في اخطاء، حتى لو في سلبيات، لكن لازم نكمل، لانه مشاريعنا الرياضيه اللي تصير دائما ناخذ 70% 50% ونوقف نبطل منها. اتمنى استمرار هذا المشروع، ولكن يا ابو بدر انا اتمنى الاعمار تكون اقل. خليني اتكلم على سبيل المثال، اللاعبين اللي اعمارهم الان 20 21 سنه، في ناس موجودين في الابتعاث حاليا فقط هم تمارين صباحية مسائية، لعب مباريات ودية كمجموعة. هذول الأفضل لهم بصراحة أنه يكونون موجودين في نادي الاتحاد. مثلا أقول نادي الاتحاد، يعني في تبع المسابقات تحت الاتحاد السعودي لكرة القدم. في لاعب يا أبو بدر موجود في نادي الاتحاد عمره 20 21 سنة وموجود في الابتعاث، لو كان موجود الآن في الدوري السعودي ممكن يلعب في نادي الاتحاد ويلعب في دوري الدرجة الأولى. الابتعاث جدا يا أبو بدر جدا ممتاز وأنا أعتبره ناجح، ولكن الأعمار يجب أنها تكون أقل، لأن اللاعب اللي عمره 20 21 سنة لو يشارك في الدوري السعودي حتكون أفضل له، أفضل نادي وأفضل للمنتخبات السعودية. فالأعمار تكون أقل شوية. إضافة، متى ما انتهى المشروع هذا يا أبو بدر أنا أتمنى أن الابتعاث اللي برا المملكة يكون فيه ابتعاث داخلي هنا، الأجهزة الفنية اللي برا تجيبها موجودة في المملكة العربية السعودية، بدل ما أرسل 30 لاعب خارج المملكة خليني أستفيد من تقريبا من 300 لاعب 600 لاعب في السعودية، حيكون منتوجها أفضل من الابتعاث بصراحة. أنا مش ضد موضوع الابتعاث يا أبو بدر، ولكن الأفضل أن يكون الابتعاث في المملكة العربية السعودية.